السلام عليكم. في فرق كبير ما بين يوتيوب وفيسبوك، يوتيوب كمنصة مكرسة بالكامل للفيديوهات، وما بين فيسبوك اللي الفيديوهات جزء بقى جزء كبير منها. يعني الفكرة في ايه؟ ان يوتيوب بيبقى ليها كريتيريا او بيبقى ليها معايير مخصصة، ان جودة المحتوى ده جزء، وجودة الفيديو وجودة الصوت ده عليه جزء كبير جدا برضه. بالنسبة لفيسبوك فجودة الفيديو او جودة الصوت مش مهتمين بها قوي، اهم حاجة انك تعمل كونتنت او تعمل محتوى الناس تتفرج عليه. حتى لو انت رفعت على فيسبوك فيديو الجودة بتاعته كويسة جدا والصوت فيه حلو جدا، فيسبوك بيكمبرس او بيضغط الفيديو ده وبيقلل من حجمه وبيقلل من الكواليتي علشان الناس تقدر تتفرج عليه على التليفونات بتاعتها من على الديتا مثلا او من على الباقة من غير ما يسحب كتير من الباقة. فدي الفرق ما بين عقلية فيسبوك وعقلية يوتيوب. ليه بقى انا بقول القصة ديت؟ لان في سؤال يعني تكرر كتير جدا الفترة اللي فاتت ديت، هو انت بطلت تعمل فيديوهات انجليزي؟ الاجابة المختصرة لا، يعني انا ما بطلتش اعمل فيديوهات انجليزي. سلسلة انجليش تيك اوي لسه مخلصينها، وريدي انا حالا يعني بعمل فيديو على افتر افكتس ان شاء الله، يعني هيبقى الاسبوع ده. فالفكرة ان في تغيرات حصلت استلزمت ان الواحد يعني قلل شوية من محتوى الانجليزي. I admit it. انا بعترف مش هقدر انكر الموضوع ده، بس تقدر تقول ان دي الفترة اللي السهم فيها بيرجع لورا قبل ما ينطلق من القوس. كان imagine it. الموضوع اتطور برضو ان احنا بعدناش بنعمل انجليزي بس، بقينا بنعمل فيديوهات للناس اللي في ثانوية عامة المذاكرة والكلام ده، وكمان فيديوهات للناس اللي عايزة تعمل فيديوز، اللي عايز يبدأ الشانل بتاعته على يوتيوب او يعمل فيديوهات على فيسبوك ازاي يصور بالتليفون بتاعه والكلام ده كله. فالفكرة ان انا بحاول قدر الامكان احافظ على الكونسبت بتاع يوتيوب، ان انا عايز فيديو الكونتنت او المحتوى بتاعه كويس بالاضافة لجودة الفيديو وجودة الصوت. وكمان الخطوة النهائية ان البرودكشن بتاع الفيديو، ان انت بقى الكلام اللي بيطلع الحوارات والحاجات اللي بتتحرك والجرين سكرين والكلام ده كله، فده بياخد شوية وقت. وزي ما قلت يعني مع التطورات اللي حصلت ديت فهي اثرت فعلا على موضوع الانجليزي. بس ان شاء الله يعني بنحاول نرجع ونحافظ على المستوى اللي قبل كده اللي هو فيديو كل يوم جمعة. فاجين فيديوهات الانجليزي مكملة ان شاء الله. ما ينفعش اصلا ابطل انجليزي حتى لو انا عايز، ما ينفعش. معظم الناس اصلا عاملة سبسكرايب على يوتيوب او اللي عاملة متابعة على فيسبوك جاي عشان الانجليزي، مش جاي علشان فيديوهات المذاكرة او الناس اللي عايزة تبدأ تعمل فيديوهات وكده. يعني اي نعم نسبة كبيرة انضمت مؤخرا علشان الحاجتين دول، بس الاساس او الكور الانجليزي، فما ينفعش نسيبه. يمكن السبب الاساسي اللي خلاني اعمل الفيديو ده ان كل فيديو برفعه على قناة الفلوجينج الناس، ايه ده انت بطلت انجليزي؟ انت بقيت بترفع فلوجز كتير وما بتعملش فيديوهات انجليزي؟ مش كده خالص، ما لهمش اي علاقة ببعض، دي ودي ما لهمش اي علاقة ببعض خالص. ففي قناة فلوجينج اللي هي بتاعت احمد ابو زيد، وفي قناة دروس اونلاين، اوكي، دي educational content وديت vlogs and other stuff، عشان بس الناس ايه يعني تبقى الموضوع واضح بالنسبة لها. فأتمنى ان الفيديو ده يكون وضح الصورة، واحنا مستمرين في الانجليزي، ما ينفعش نبطل فيديوهات الانجليزي. اوكي جايز، السلام عليكم.